صباح الخير جايز، كيفكم؟ فايقة من الساعة 10 بس هلا لحتى انه طلعت بدي احكي معكم. رحت تحممت وجهزت حالي لانه اليوم عندنا يوم طويل انا ولين. اليوم في شغلة كتير حلوة رايحين نشوفها ونصور لكم اياها، فكتير متحمسة. وبعدين عندنا عيد ميلاد خلودي، فبدنا نشتري هدية، وبدنا عندنا مناسبة بدنا نجهز فساتين، وبدي اعمل ميك اب، بدي اسوي شعري، وعندي شغلة. بس حبيت اول شيء اعمل لكم انبوكسنج، بس اول شيء رح اعمل السكين كير البسيط اللي بعمله طول حياتي. ف ايش بدي استخدم؟ انا ما بعرف شو بدي استخدم الصراحة. اللي صاير انه حكيت هيك اديك انتم بتعرفوها يعني، بس هاي السنة حتكون مميزة لانه نحن رح نشوفها كمان. كثير متحمسة، قمت فطرت، جهزت حالي، وعندنا كمان جهز، واليوم رح نلبس اوتفيت كثير حلو ولون كتير حلو لحتى نصور، صور لكم يعني. يس، بدكم تحضروا ستوريات اليوم كتير حلوة راح تكون. وبس كمان في اشياء عندكم اياها، في شغلة كمان اول السنة الجاي ما راح احكي عنها هلا، كمان كله مفاجآت. بس انه الشغلة كتير حلوة احنا راح نعملها، فبدي اياكم كمان تترقبوا. ويس، بشرتي عم تتحسن الحمد لله. اخر ستيب اللي هي اللبس، هذا بجنن، ترطيبه روعة. هو ليب ماسك بس صراحة كتير فادني، وشفايفي أنا كتير بتنشف، أنا مبدئيا بشرتي كتير جافة، فحسيته كتير فادني. أوكي يلا نعمل أنبوكسينج سريع، وصلونا كم شغلة هالأيام، فبدي أورجيكم على أول سنة جديدة اللي هو يكون سيروم للرموش مع ماسكارا. ما راح أفتحهم بس إنه هدول. هلا الماسكارا تعرفوها، ميلا عم بصور، هاي اول شغله. وعندنا هلا هذا موجود من زمان اي ثينك، اللي هو واي اس ال الماسكارا، صح ولا هذا جديد؟ صح اي ثينك. هذول الماسكارات نفسهم اللي بستخدمهم بالعاده، كثير حلوين، السودا بتجنن، روعه. هاي ثاني شغله، هذا اسرع انبوكسنج بالعالم. عندنا نيكس بعثوا لنا برودكتس كمان، عندنا الليبس. اوه واو، انت شايفه كم ليب لاينر؟ هذول الليب لاينرز كلهم الوان روعه، اي ثينك اليوم راح استخدم منها. اوه عندنا هذول، شو هذول؟ ليبستيك ولا لاكا؟ ليب جلوس، ليب اويل. يا اوكي هذول، شوفوا الالوان كثير حلوه، في لسه كمان. وفي جايز، انا اكثر شيء بحبه لما يكون في شفاف، لما يعطونا الشفاف من كل شيء، لانه بحس اكثر شيء بنستخدمه اللي هو الليب اويل. هاد كثير حلو، وعندنا هاي الالوان كلها. ف ثانك يو سو ماتش نيكس، ثانك يو سو ماتش بينيفيت واي اس ال. في لسه شيء كمان؟ هلا بدنا نبلش نجهز عشان نعمل ميك اب سريع. سو الميك اب اليوم لازم يكون شوي مميز، لانه خلص انه مليت من الاشياء المعتاده، من كثر ما عم اسوي اشياء معتاده بحس بدي شيء جديد، ف بدي اعمل ميك اب جديد. بدي اقول لكم طريقتي بالبيس جديده، تعلمت طريقه جديده بالبيس، ف ترقبوا الستوريز اذا حابين تحضروا الميك اب توتوريال. اذا انتم مجبورين لانه في اشياء بعد الميك اب توتوريال بدكم تشوفوها، ف يس. او يمكن ما اسوي لكم ميك اب توتوريال لانه مستعجله، الساعه 12 لازم نكون طالعين 12 ونص او وحده حتى نلحق كل شيء. فا يس، كثير حكيت اليوم. طبعا بشرتي مبينة بيرفكت، بس هي لسه ده شوي مندمرة، بس حسني كثير. فاينلي هاي، يلا نبلش ميك اب توتوريال. راح اسوي بدون ما اورجيكم لانه ما في وقت. جاهزين تشوفوا احلى شيء بالعالم؟ 1 2 3. جايز شوفوا شو اجا لعنا،
سيفورا تراك وهايلين. هاي ف بتجنن بتجنن جايز. فهلا بندخل ونشوف شو في جوا. تعالوا معي. ما ورجتكم الاوتفيت بس الصراحة من كتر الحماس. واو سو هدول البرودكتس كلهم للكريسماس وهدايا الكريسماس وهيك. ف بدي اورجيكم قديش حلو الديكوريشن اول شيء. واو سيفورا ثانك يو سو ماتش. وفي هدول الجيفتس انا جربت اجرب عطور جديدة. ماي فيفورت باي. لا اوكي ويت عم صور سناب. وفي هدول تتذكروا لما قلت لكم انبوكسينج كانوا موجودين هدول جوات. ف يس شوف شو عندهم تشكيلات حلوه وراح اصور فيديو الي وحركات بركات هيك ولين راح اصور فيديو لانه صار ساعه مستنى. ف يس احضروا ستوريات الجاي جايز. بدي اورجيكم شو جابوا لنا. هوت شوكليت ثانك يو سو ماتش. واو شوفوا ما احلى جايز. اجواء شتويه قد والمشكله شوفوا الشمس الصاعقه بس صراحه سيفورا واو. لين شو معك انت كمان؟ هون في سيفورا. دوي اعطينا اخر شيء تطلع. شو قولي والله. واو شوف الاوتفيت صحي ورجينا الاوتفيت. لين شو الاحمر والحركات والباربي وطالعه من فوق سنو وايت بالقص والله. اوكي هلا اعطونا هاي الطابع تيجي هيك رح يكتبوا لي عليها اسمي. شوفوا ما احلاها جايز. انتوا بتعرفوا قديش انا بحب اكتب على الاشياء اسمي. واو ثانك يو سو ماتش. يس يو نو بيكوز ام ستار سو نو ام جوكينج ام جوكينج. شوفوا ما احلاها اليوم اللي بتخلي يومكم مختلف. ثانك يو سو ماتش. شوفوا لانا It will dry in 2-3 minutes. Yeah, okay. Wow. Thank you so much, Sephora. تورين بلشت. عم تكتب اسمها. عم تحط لها نجوم بيضة ونقط حمراء. بما انه الاوتفيت تبعنا فيه احمر واسود فشوفوا. مثلي. بس اسم لين سبيشل لانه فيه دبل اي فعم يطلع بيرفكت. طبعا احلى. طبعا عاملين. Oh, we're matching. Outfit. شو عجبتك؟ اعطوها الكاب. وش رايك لين؟ اه انتبهتي انه اللي جوا انت مثل اللبستك؟ اه سوري سوري الفيليا ارجع اعطيك اياها؟ لا الفيليا هيك؟ كيفنا شوفوا لين طبعا بعز الصيف ثلج عز الصيف عشراتك شوي. يس شوفي ما احلى الثلجات. احلى شتاء احلى شتاء مع سيفورا. اوكي سو هلا بنكون اشوف عم اصور. يس هيك بنكون خلصنا جولتنا مع سيفورا. فانا هاي التراك شو ما احلاها ورجيكم اياها كامله. شوفوا كيف من هون بندخل وفي جوا كل البرودكتس اللي اعطونا اياهم بالبوكس اللي برا. هلا بورجيكم اياه. بس صراحه انا كثير كثير انبسطت عن جد. يعني يمكن شغله بسيطه بس انا كثير بفرحني هالاشياء البسيطه. ثانك يو سو ماتش سيفورا. وهلا عنا عيد ميلاد بعدها ف اي ثينك انه راح الثلج كله العراسي ف يعني افضل. وهذا البوكس اللي اعطونا اياه فيه كل البرودكتس تقريبا الموجودين جوا. فبس ارجع على البيت واعمل لكم انبوكسينج. اوكي اوكي.